حذر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من الدعوات السياسية للعصيان المدني والنزول إلى الشارع في إشارة إلى الأحزاب الرافضة لقانون المصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد قبل الثورة، كما عبر في خطاب له اليوم عن رفضه مطالب أحزاب المعارضة بعقد انتخابات برلمانية مبكرة لتغيير الحكومة مبدئيا أو مبديا دعمه الحكومة الحالية. معنا من تونس مراسلنا وسام دعاسي. إذن وسام، ما الذي يمكن تسجيله من ملاحظات حول خطاب الباجي قايد السبسي اليوم؟ نعم هشام، في البداية نحن الآن قرب قصر المؤتمرات هنا وسط العاصمة تونس، حين توجه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بخطاب لعموم التونسيين وللرأي العام، هو الأول من نوعه من خارج قصر الرئاسة وفي بث مباشر على وسائل الأعلام، لكن أحزاب المعارضة وخاصة الجبهة الشعبية قاطعت حضور هذا الاجتماع أو هذا الخطاب، لكن حضره بعض الزعماء السياسيين ورؤساء المنظمات الاجتماعية. هذا على مستوى الشكل. على مستوى المضمون، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اتخذ قرارا يعد الأول من نوعه منذ اندلاع ثورة يناير 2011، والذي يقضي بدعوة الجيش التونسي بتأمين المناطق التي تنتج الثروات الطبيعية كالفوسفات والغاز والنفط، بحجة أن هذه الاحتجاجات لا سيما في مناطق الجنوب التونسي أثرت وأدت إلى عرقلة إنتاج النفط الذي يقدر بنحو حوالي 40 برميل 1000 برميل نفط يوميا. وكذلك قال أن هذه الاحتجاجات أدت إلى تراجع إنتاج الفوسفات الذي يعد يعني موردا رئيسيا لموازنة الدولة، والذي تراجع بأكثر من ملياري دولار في السنوات الماضية. هذا على مستوى الأمن نوعا ما. على المستوى السياسي، الرئيس الباجي قايد السبسي رفض بشكل قاطع الدعوات السياسية لا سيما من طرف الجبهة الشعبية المعارضة وكذلك جبهة الإنقاذ التي تضم حزب منشق عن حزبه السابق نداء تونس والقاضية بدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة تؤدي إلى تغيير حكومة يوسف الشاهد الحالية التي تضم 16 حزبا تحت مسمى الوحدة الوطنية. الرئيس الباجي قايد السبسي رفض أو حذر أو نبه بشكل قاطع من الدعوات السياسية لعصيان مدني وضد، في إشارة إلى الدعوات السياسية للتظاهر هذا الأسبوع أواخر هذا الأسبوع ضد قانون الذي تقدم به منذ نحو عامين يقضي بالمصالحة والعفو عن نحو 3000 رجل أعمال تونسي متهمين بقضايا فساد قبل الثورة وبعضهم محجر عليه السفر منذ الثورة. هذا مجمل ما جاء في هذا الخطاب هشام. من المتوقع أن يزيد هذا الخطاب في حدة الخلافات حسب ما قرأناه من ردود فعل أولية لهذا الخطاب، لأن ما جاء فيه وصف بإجراءات نوعا ما غير دستورية ولا يطالب بها الشعب التونسي، وقد تؤدي إلى التضييق على حرية التعبير هنا في تونس. سنعود إليك وسام في قادم النشرات لمتابعة أبرز ردود الأفعال حول خطاب الباجي قايد السبسي. شكرا جزيلا لك مراسلنا من تونس وسام الدعاسي.